مدينة لها منزلة استثنائية في نفوس العراقيين، مدينة السهل والجبل، وهي من أمهات مدن كردستان العراق وأجملها. إنها مدينة السليمانية. تتوسط السليمانية سلسلة جبال، حيث يقع جبل أزمر وجوازة شمال شرقي المدينة، بينما يقع جبل برانان في جنوبها، ويمتد سهل شهرزور غربي المدينة. أما جبل بير مكرون فهو يضم أعلى قمة في المحافظة في شمال غربي المدينة. وتقع المدينة شمال العراق، تحدها من الشرق الحدود الإيرانية، ومن الجنوب محافظة ديالة، ومن الغرب كركوك، وتبعد نحو 385 كيلومتراً عن العاصمة بغداد، و198 كيلومتر عن مدينة أربيل. نشأت الإمارة البابانية الكردية في الجانب الشمالي الشرقي من العراق، واتخذت قلا جولان مركزاً لها بدعم من الدولة العثمانية. وفي عام 1778 الميلاد تقلد شؤونها محمود باشا بابان، واعتزم توطيد نفوذه وتقوية مركزه، فأنشأ قلعة حصينة في قرية ملكندي عام 1781 الميلاد، والتي هي اليوم اسم إحدى المحال المعروفة في مدينة السليمانية. ويعود تمصير مدينة السليمانية إلى الإمارة البابانية في القرن الثامن عشر للميلاد، فلما توسع نفوذها وقويت شوكة الإمارة واستقلت من التأثير العثماني والصفوي، فكر الأمير إبراهيم باشا بابان في بناء عاصمة لهم، فأنشأ حول القلعة دوراً عديدة وحوانيت ومسجداً جامعاً وحماما، وذلك عام 1784 للميلاد. ثم نقل إليها مركز الحكم، فتحول إليها جموع من طبقات الشعب المختلفة، وسميت هذه المدينة الجديدة بالسليمانية تيمناً باسم جده سليمان باشا على رواية بعض المؤرخين. استمرت السليمانية عاصمة للإمارة البابانية لغاية عام 1851 الميلاد. وفي القرنين التاسع عشر والعشرين الميلادي كانت السليمانية مركزاً للثقافة القومية والحركات الكردية، ويسكنها عشائر بابان الكردية. وبعد احتلال القوات البريطانية العراق واقترابها من كردستان العراق في الحرب العالمية الأولى، أخذ الأمير محمود البرزنجي يعمل علناً ضد السيطرة العثمانية على كردستان، وطلب بحكم ذاتي للكرد تحت الإشراف البريطاني، وقد عين حاكم دار على كردستان. ومنها أعلن البرزنجي التمرد ضد الاحتلال البريطاني في 22 من شهر أيار عام 1919. وأشهر دولة مستقلة للكرد عاصمتها السليمانية. وفي المدة بين عامي 1922 و 1924 أعلنت السليمانية عاصمة لمملكة كردستان بعد إنهاء الخلافة العثمانية. ويذكر المؤرخون أن المدينة كانت من أوائل المدن التي قصفتها مباشرة الطائرات البريطانية لقمع وإبادة ثوار الشيخ محمود في عام 1922. في العقود الأخيرة وبعد أن حصلت كردستان على حكم ذاتي،
تطورت مدينة السليمانية وارتفع بنيانها وتوسعت الأحياء وبنيت الفنادق والحدائق الكبيرة، فقد زحفت الأحياء السكنية حتى السفوح العالية في الجبال. بنيت أحياء راقية على سفح جبل أزمر، والأحياء تداخلت وتشابكت لتكون نسيجاً من البيوت الجديدة التي تحيط بمركزها القديم. برغم محاولات التغريب والتيارات الفكرية اليسارية والليبرالية في مدينة السليمانية، إلا أن الفكر الإسلامي وطابع التدين هو الغالب على أهل المدينة. وما يميز مدينة السليمانية كثرة مساجدها وروادها، ففيها عشرات المساجد الأثرية والقديمة، أبرزها جامع السليمانية الكبير، ويسمى أيضاً مسجد الشيخ أحمد. بني هذا الجامع وسط المدينة في عهد إبراهيم باشا الباباني، وذلك عام 1785، ويتميز الجامع الكبير بطرازه المعماري الإسلامي. وقد قامت وزارة الأوقاف لأول مرة بترميمه عام 1964، ثم أعيد ترميمه بطراز جديد عام 2002. الجامع الكبير بني عام 1199 أيام عهد البابيين آنذاك. يعد هذا الجامع الأهم في العراق وإيران كذلك، لأنه كان جامع الفقراء، وبعد ذلك أصبح فيه مدرسة تدرس الفقه والدين الإسلامي، وتخرج منه علماء دين معروفين وحافظين للقرآن. كذلك فيه مقابر ومزار كك أحمد وشيخ لطيف ومقبرة البابيين. وبحكم موقع الجامع الكبير حيث السوق التجارية في السليمانية، وهو يشهد اكتظاظاً للمصلين في معظم الأوقات، كذلك تقام فيه المناسبات الدينية والدروس الشرعية. السليمانية وسط سلسلة من الجبال متصل بعضها ببعض، جعل موقعها الزاخرة بمناظره الطبيعية كالجنة الخضراء. فإذا جاء فصل الربيع كساها حلة من العشب الأخضر وأنواعا لا تعد من الأزهار، وإذا كان فصل الشتاء ألبست حلة من الثلج ناصعة البياض، فتبدو تحت وهج الشمس ذات سحر وجمال لا مثيل له. أما في الصيف فالهواء معتدل، والمياه عذبة تجري دافقة من الجبال والعيون، فتمر في أكثر القرى وتهب فيها تيارات هواء شرقية في أوقات مختلفة، يسميها السكان المحليون رهشبة، أي الهواء الأسود، حيث تعطل هذه الرياح الحركة في المنطقة أحيانا. جمال المدينة وطبيعتها الجغرافية له دور كبير في تكوين هويتها الثقافية والاجتماعية، وكذلك كان سبباً في أن هذه المدينة تشكل وجهة سياحية مفضلة للسياح القادمين من داخل وخارج العراق، وذلك لقربها من مصايف مثل أحمداوة ودوكان وهورمان.
ومعظم هذه المصايف تحيط بالمدينة يقصدها الناس لقضاء أوقات راحتهم، فينعمون بخرير مائها وكثرة طيوره ومناظره وأشجاره وظلالها الساحرة، ففيها غابات أشجارها دانية بمختلف الأثمار، ويجلسون للسمر وسماع الأنغام الفلكلورية الكردية ودبكتهم المشهورة. على مسافة 60 كيلومترا من شمال غربي مدينة السليمانية يقع سد دوكان، وهو سد خراساني طوله 325 مترا، ارتفاعه 108 أمتار على نهر الزاب الصغير في مضيق دوكان. يستوعب هذا السد زهاء 7 مليارات مكعبة من المياه، ويستعمل لتوليد الطاقة الكهربائية. أما أهم أهداف هذا المشروع فكان حينئذ حجز مياه الزاب الصغير من الانسياب في دجلة، فيخفف وطأة الفيضان فيه، ويغذي دوكان سنوياً أكثر من 1,200,000 دونم زراعي في كركوك وتوسخر ماتو، ويزود دوكان مياه الشرب لمحافظة السليمانية وكركوك، وكذلك قضاء توسخر ماتو التابع لمحافظة صلاح الدين. وعلى ضفاف بحيرة دوكان مناطق جميلة كأنها جنائن من الجمال الطبيعي، لا سيما مشاهد الشلالات والعيون والبرك الساحرة المحاطة بالأشجار، إذ يشكل مجرى الزاب الأسفل منطقة سياحية جميلة. ومن أجمل البحيرات وأكبرها ضمن حدود مدينة السليمانية بحيرة سد دربندخان الذي يصب فيها نهر ديالة ويرتبط بدجلة جنوب العاصمة، إذ يبلغ طوله نحو 445 كيلومتر. وتقع البحيرة جنوب شرقي مدينة السليمانية على بعد 60 كيلومترا منها. تشكل البحيرة البالغ سعتها التخزينية زهاء 3.25 مليارات من الأمتار المكعبة، والروافد المغذية لها تشكل منظراً جذاباً للسياح. في الآونة الأخيرة تضررت هذه البحيرة كثيراً، فإيران التي ينبع نهر ديالة من أراضيها بنت العديد من السدود عليه، ما تسبب بتدني مستوى المياه في سد دربندخان، وجعل بحيرة السد تفقد نحو 1/3 من طاقة استيعابها. وأخطر ما تفعله إيران هو بناء سدها الغاطس وإعادة تحويل مياه نهر ديال الفائضة عن حدودها إلى أراضيها عبر نفق بطول 47 كيلومترا، وانحسار بحيرة دربندخان ما ينذر بكارثة إنسانية وبيئية. الأسواق الشعبية في السليمانية لم تفقد بريقها وشعبيتها، فهي سيدة الموقف وتجتذب يوميا أكبر عدد من الزبائن الذين يفضلون التبضع من الأسواق الشعبية لجملة من الأسباب، أبرزها توفر البضائع بأسعار زهيدة. ومن الأسواق الرئيسة سوق قيصرية النقيب الشعبية التي يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1900 للميلاد في قلب المدينة،
إذ بناها السيد مصطفى النقيب بطريقة مشابهة لأسواق إسطنبول. والله شكو السوق وما هو أهميته، شكو بالسوق بالبغداد وبالإيران وبالترك، شكو كان يبون المواد والكماليات والأشياء كان يجيبونها اللي هنا. وقيصري النقيب كان مشهور بالشون تقول السوق العام، سوق الكل إلا حد هاليوم. إلى هاليوم بنوها وكملوها وعمروها، وكان بيها ماي وكان بيها هاش وكان بها شكل. شكو التجار مالنا كان يروحوا للبغداد ويجون اللي هنا، شكو يجيبون مواد من بغداد من غير بغداد يجيبون اللي هنا يصرفوا. وهذا القيصري النقيب، ونسموه النقيب باسم اللي أسس البنيان ماله اللي كان تاجر. والشيخ مال سليماني إنسان مو من هذول بارا بارستو أمنالا، من أهل الفلوس من أهل الخير وعد. لا تزال السوق المركز التجاري البارزة التي يقصدها سكان المدينة أو من يحل ضيفا عليها، ويتألف جزء من السوق الأعلى من أقبية كبيرة مبنية بشكل هندسي ورائع. رممت السوق وأصبحت مشابهة للسوق العصري مع المحافظة على الطراز المعماري القديم، وتخصص كل جناح منها في بيع أصناف معينة من السلع. فهناك بعض الأجنحة تتخصص في بيع مواد التجميل والمكياج من المنشأ الإيراني والتركي والصيني والهندي، في حين تتخصص أجنحة أو محال أخرى ببيع الإكسسوارات والحلي المقلدة. زمان عثماني بنيت هذه القيصرية قبل 1900 سنة، وكانت النقيب منافسة للقيصريات الأخرى كقيصرية عثمان باشا في ذلك الوقت، وكان أغلب أصحاب الدكاكين من اليهود الذين كانت علاقاتنا معهم عائلية حسب ما أتذكر، وكانوا يبيعون القبعات والكلاش، وأغلب المحلات كانت لبيع الأقمشة، والخياطون طوروا هذه الأعمال وأصبحت الآن كماليات وأكسسوارات ومواد تجميل وعطور. وفي السليمانية تصنع أشهر الحلوى العراقية، وهي المن والسلوى أو من السماء. ولهذه الحلوى قصة خاصة، لأنها منتج طبيعي رباني لا يتدخل الإنسان في مكوناته إلا بالمطيبات والمكسرات. المكون الأساس لحلوى من السماء هو مادة طبيعية يجمعها الفلاحون من الشجر، وخصوصا شجر البلوط في جبال كردستان على الشريط الحدودي مع إيران عند منطقة بنجوين العراقية. والمادة الخام لهذه الحلوى هي عبارة عن مادة صمغية لسجة تميل للون الأخضر من إفرازات حشرة المن على أوراق شجرة البلوط بالذات، وخصوصا في فصل الخريف حيث موسم تكاثرها، ويجمعها الفلاحون لتصبح بعد معالجتها حلوى لذيذة جدا. وهناك معامل خاصة لصنع هذه الحلوى، ويتفاوت سعرها بحسب المادة الطبيعية فيها. تجمع مادة المن الخام من على أشجار البلوط، ويتم بعد ذلك إذابتها في الماء المغلي، ويتم تصفيته للحصول على مادة من السماء التي يتم تصنيعها وحشوها بالجوز واللوز والفستق الحلبي، ثم تدلك بالطحين كي لا تلتصق عند تعبئتها في علب خشبية للحفاظ عليها من الرطوبة والتعفن. هناك من يشترون حلوى من السماء لإرسالها هدايا إلى أصدقاء خارج البلاد، لأنها تصنع في العراق فحسب وتعد منتجا وطنيا يميز العراق. هناك الأصلي وغير الأصلي، بعض المعامل تصنع من السماء للمحلات التي تبيعها بأقل من 10,000 دينار، وهناك النوع الأصلي يباع ب35,000 دينار في محلات توفيق الحلوجي. المواد الممزوجة هي من تحدد سعر هذه الحلوى.
للمقاهي دور في الواقع الاجتماعي والثقافي في العراق، واحتضنت الكثير من الروائيين والشعراء والصحفيين، حتى سميت الكثير من تلك المقاهي بأسماء روادها من الشعراء والأدباء والفنانين. مقهى الشعب في محافظة السليمانية من أكثر المقاهي شهرة وعراقة، فقد كان منتدى يجمع المثقفين من شعراء وأدباء وفنانين وسياسيين، وقد حافظ هذا المقهى على حضوره واستمراره عقودا طويلة. مقهى الشعب بني سنة 1950، وكانت مساحة المقهى صغيرة لكنها ازدادت وأصبح ما هو عليه الآن. ورمم المقهى في التسعينيات من قبل إمام جلال، وأصبح ملاذا للفنانين والمفكرين والكتاب وكل شرائح المجتمع. مقهى الشعب مركز للثقافة والفنون والفلكلور الكردي، وأصبح مركزاً عالمياً لما فيه من صور تجسد تاريخ مجتمعات أخرى وتعكس المستقبل من خلال رواده وزواره. إنه مكان ملهم للشعر والفن. وعلى غرار المقاهي الثقافية البغدادية القديمة مثل الزهاوي والشابندر والجماهير وغيرها، والتي كانت ملتقى لرجال الأدب والعلم والسياسة والشعر، كان يجتمع المثقفون من أهالي محافظة السليمانية في هذا المقهى للنقاش بشأن قضايا فكرية وثقافية واجتماعية. وللبغداديين الذين نزحوا إلى مدينة السليمانية حضور لافت في هذا المقهى. مقهى الشعب تمثل الثقافة الكردية والثقافة العربية، لأن تلم من كل شرائح المجتمع، الأكاديمية، الفنية، الشعراء، المثقفين، كتاب الكتب يعني، والضم عمال وأي كل شرائح المجتمع العراقي الضم قازينة الشعب. تعتبر من المقاهي القديمة التراثية، مثل قازينة الشابندر ببغداد، قازينة الزهاوي، قازينة حسن عجمي، هاي من المقاهي القديمة ببغداد. مقهى الصوافين في شارع النهر أيضا أكو مقاهي قديمة، فهي تمثل التراث العراقي والثقافة العراقية والتاريخ العراقي. مقهى الشعب لم يعد كما كان في الماضي، وهو يتحول إلى مقهى للعب الدومينو، ربما فقد ميزته الثقافية، خصوصا أن رواده أصبحوا من الموظفين المتقاعدين. قهوة قديمة صار زمان الموجودين الشعراء والأدباء الأكراد والمثقفين والمتقاعدين الموجودين بس يجون هنا ورا الزور يرجعون من بيتهم. زين بالنسبة قاعدين ويتشهدوا ويشربون الشاي ويلعبون الدومينا والطاولة. يعرف سكان سليمانية بروح الدعابة وحس الفكاهة، وتعد النكت والطرائف من الخصوصيات القديمة لأهالي المدينة، وأصبحت نكتة السليمانية مثل كثير من الأمور الأخرى هوية وخاصية يعرف بها أهل المدينة. ومهما تعرضت المدينة للمآسي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلا أن أهلها لم يستغنوا عن الطرائف بأن يعوضوا بها عن الأحداث المأساوية. وعلى الرغم من الصراعات والحروب التي شهدتها المنطقة، إلا أن سكان مدينة السليمانية ومناطقها المجاورة ظلوا محافظين على موروثها وأصالتها، وبقيت المحبة بين السهل والجبل.